بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لا تقل فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من سمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نذر ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تضيقنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك ودعهم وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فتقني وإليه ترجعون. اتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن وذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما أنزلنا على قومه من بعده ما جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يغوكم ولكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وهي كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ضمت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. وأيضا لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا ولو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وما يذكر إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. فلا يستطيعون توشيا ولا إلى أهل يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. امتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد ضل منكم ضلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم الذي كنتم توعدون.
اسألوا هل يوم ما كنتم تقولون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشغل وما ينبغي لنا إلا ذكر وقرآن مبين ليذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وضللنا لهم فمنا ركوبهم ولا يبلون لهم فيها منافع وشاربهم لا يشكون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يشكون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصنعون وما يعلنون أولم يغل الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من شر الأرض ناقلا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.